نتحدث في هذه الليلة حول موضوع يرتبط بنوع من الفضول والتطفل الذي يصيب بعضا فيتجاوز اختصاصه فيتناول اختصاصات الآخرين بيانا وتوجيها وتنظيرا وغير ذلك. وأولا أتحدث في رحاب الآية الشريفة وبعض المرويات حول الإفتاء بغير علم، ثم أنتقل لبيان أن هناك علماء موسوعين وعلماء ذوي اختصاص، ثم أبين فكرا قد راج عند البعض يعتمد على نفي الاختصاص بل ومحاربة المختصين والدعوة للشباب للتحرر من إخضاع عقولهم لرأي المختص. فدعونا نتناول هذه النقاط الثلاثة. يقول المولى: ولا تقف ما ليس لك به علم. أن تقف أن تتبع، أي أن تذعن وأن تؤمن برأي، وهذا الرأي ربما يكون متلقى من السمع أو من البصر أو من الفؤاد، أي من العقل بشكل عام، فيربط الإنسان قلبه عقيدته عليه. ربما يكون هذا الرأي رأي فقهي أو عقدي أو فكري أو رأي يرتبط بتفسير الكون وتفسير الخلق والاعتقاد بالله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. أفكار متعددة تشمل جنبات متعددة في الحياة. وهنا المولى يبين مسؤولية هذا الاعتقاد، بمعنى أن الإنسان يسأل عن العقيدة التي بناها واعتقد بها، فإن كل ذلك كان عنه مسؤولا، أي يسأل الإنسان عن كل هذه الأمور، كل ذلك كان عنه مسؤولا. وفي هذا الإطار أيها الأحبة، هناك نوع من الأشخاص الذي يريد أن يكون وجهة نظر ذاتية تعتمد على مستوى ثقافته ووعيه. مشكلة دخلوا داخل شباب، جزاكم الله خير، رحم الله من ذكر قائم آل بيت محمد فقام، صلوا على محمد وآل محمد. تعالوا إلى الأمام شباب، لي وراء، قدموا الأولاد لأن رفع الرأس من قبلهم أسهل من الشباب شوية. وهنا نجد جملة من الروايات التي تتحدث عن الإفتاء، الإفتاء بالرأي. وما معنى ذلك؟ أي القول بغير علم. فإن بعضا من الناس، وهذا تيار فكري موجود الآن، يقول أنا أعتمد على عقلي، أعتمد على فكري، أنا ما عندي عقل، عندي عقل، أعتمد على عقلي في الاستنتاج، في التفكير، في التحليل، في الوصول إلى النتائج. وهنا أيها الأحبة، هذا الإنسان يعتمد على عقله، هذا شيء جيد، حركة العقل، التفكير وأعمال النظر، نشاط عقلي، هذا إحنا الإسلام يدعو إليه. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أنه يعمل عقله
بجهل، بمعنى أنه لا يتوافر على معلومات فيعمل عقله. هذه المشكلة الأساسية. يعني مثلا يجينا واحد، علشان أوضح هذه الفكرة، يجينا واحد يقول أنا بعمل عقلي في شنو؟ في علاج هذا المريض. دارس أنت؟ لا مو دارس. والله عندك بحث في هذا الجانب؟ لا ما عندي بحث. يحصل عنده نوع من الارتجال وإعطاء معلومة، يقول والله تناول الموضوع الفلاني بيفيدك. وش قيمة هذه المعلومة؟ لا شيء. لماذا؟ لأنها من القول بغير علم. ولذلك الإسلام حارب هذه الظاهرة في ذلك الزمن. أناس يعملون عقولهم من دون معرفة وعلم، من دون وجود بناء معرفي وعلمي، ولا مقدمات ولا نحو ذلك. فلذلك هؤلاء في العادة يلجؤون إلى شنو؟ يلجؤون إلى الكذب على الدين. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو قول لم يقل، قال الإمام كذا وهو قول لم يقل، ورد عن أهل البيت كذا وإلى آخره. ولذلك النبي يحذر عن استغلال اسمه استغلال سيء، فيقول سلام الله عليه من كذب علي متعمدا، يعني يعرف بأن هذا القول لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار. كذلك ما ورد عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمن ولعنته ملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتوى. ليش المحاربة إلى هذه الفئة التي تعمل رأيها، تعمل قولها بغير علم؟ لما؟ لأنها ممارسة لأضلال الناس. هذه الفئة تضلل الناس، فضلا عن أنها تضل نفسها تضلل الناس، تمارس نوع من الإضلال والإعاقة للحركة العلمية الصحيحة الموضوعية. ولذلك نجد أيضا قول للإمام الباقر ما علمتم فقول، شي تعرف قوله، وما لم تعلموا فقولوا الله أعلم. إن الرجل ينتزع الآية من القرآن ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون بعد ذلك مسؤولية الإلقاء والتوجيه في هذا الجانب. كذلك الإمام يقول ما حق الله على العباد؟ قال عليه السلام أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا يعلمون. تتوقف تقول والله ما أدري، الله أعلم. للعالم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه أن يقول الله أعلم، وليس لغير العالم أن يقول ذلك. يعني أصلا غير العالم اللي ما عنده في هالجانب يفترض أن يسكت أصلا، نهائيا ما يتكلم في هذا الموضوع. إذن هنا نصوص روائية تتحدث أيها الأحبة عن هذه الظاهرة الموجودة والتي تتفاقم وتنتشر بين فترة وأخرى. وهنا نحتاج أن نقف عند هذه الظاهرة، لأن أمثال هؤلاء يصير عندهم تطفل في كل الجنبات، ما حد سالم منهم. كان في الطب يقوم يحكي في الطب، وهي الآن في السوشيال ميديا أنت تشوف الناس، لا عنده شهادة طبية يحكي لك في الطب، لا عنده شهادة في الأعشاب تشوفه يحكي لك في الأعشاب، لا عنده يعني معرفة في جانب مثلا إنزين السياسة يحكي لك في السياسة، لا عنده معرفة في كذا، بعثر في المعلومات عند الناس بشكل عام. هنا نريد أن نقف عند هذا النوع من الممارسة التي تضلل الناس، والتي تحجب المعلومة الحقة فتبحث عنها بحثا دقيق بعد ذلك في وسط هذا الركام المعرفي المليء بالجهل. العلماء يقولون
أن الحركة العلمية عند العلماء تنتج علماء من صنفين أساسيين. صنف أول من العلماء يمتلكون نوعا من الموسوعية، يعني عالم بأكثر من علم. إن جيت له في السياسة يفهم، إن جيت له والله في الاجتماع يعرف، إن جيت له في الفقه يعلم، إن جيت له في القرآن كذا. يمتلك ويتوافر على علوم متعددة. هذا العالم يسمى العالم الموسوعي. وهذا النوع من العلماء كانوا متوافرين بكثرة في الزمن السابق، لكن الآن قلوا بشكل كبير جدا. وأبرز الأمثلة للعلماء الموسوعيين في الزمان المتأخر هو سيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، السيد محمد باقر الصدر، حيث كتب في كل جانب وكان مبدعا في كل جانب. كتب في الاقتصاد، كتب في الفلسفة، كتب في الأصول، كتب في الفقه، كتب في المنطق، كتب في جنبات متعددة بنحو إبداعي. والعالم الموسوعي اللي احنا نتكلم عنه مو المتثقف، يعني يجيك خطيب عنده ثقافة يقدر يتكلم في الاجتماع، يقدر يتكلم في مثلا التربية، يقدر، هذا جانب تثقيفي يكون بالعادة ناقل إلى الآراء، ناقل إلى بحوث مثلا بهذا المستوى. نتحدث عن عالم لديه القدرة في إنتاج الفكرة، في تقديم النظرية، في تقديم الحلول، هذا العالم الموسوعي. هذا كان موجود بكثرة، الآن قل. ليش؟ لأن العلوم تضخمت، صارت كبيرة ما شاء الله. كان الأول العالم إذا ينبي يصير عالم مثلا في الفلك يقرأ كتاب معين واحد، بعدين في مساحات فارغة كثر يقوم ينظر فيها، يقرأ مثلا كذا زين وإلى آخره. الأول والله الفقاهة، علشان يوصل الإنسان إلى الفقاهة يصير فقيه مجتهد مثلا 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات. الحين والله مثلا بعض الفضلاء يبذل جهد ولا 35 سنة وربما يوفق للاجتهاد وربما لا يوفق للاجتهاد، لأن الفقه مثلا تطور تطورا كبيرا يحتاج إلى إلمام بكل تفاصيله، أصولا، فقها، رجالا، حديثا، إلى آخر. هؤلاء العلماء الموسوعيين، عندنا صنف من العلماء الآخرين، علماء مختصين، يعني يختص بجانب معين، يختص بالفقه والأصول، أو يختص مثلا بالطب، أو يختص بالفلك، أو بالرياضيات ونحوه. هذا عالم مختص، يعني يتوافر على علم في اختصاصه. هنا الآن هل نحتاج إلى الاختصاص أو لا نحتاج إلى الاختصاص؟ وما معنى ذلك؟ هنا الآن فريق من الناس يدعي بأني يمكن أن أناقش في كل الأبواب وتكون كل الأبواب مفتوحة لي، وليس هناك باب مغلق. فتجد أديب أو تشوف أستاذ في اللغة العربية، وإذا بهذا الأستاذ يقدم لك نظرية حول الحجاب في الإسلام، أو تشوفه مثلا يقدم إليك نظرية في الإرث، أو تشوفه يقدم إليك وجهة نظر مثلا في القصاص ويتحدث عن القصاص ويقدم أفكار، وهذه الأفكار يدعمها ببعض من الميول والأذواق الذهنية التي يتمتع بها. وعند ذلك أيها الأحباء صير عندنا مشكلة. شنو هذه المشكلة؟ أنه تحدث بغير علم. زين، يتحدث بغير علم. في الجانب النسائي يا أخوات، هناك مطالبة بالقيام كذلك لإفساح المجال للمستمعات، فرحم الله من ذكر القائمة فقام. حتى هني عندنا بعد نوقف شوية.
نساء شوية. الله يعودكم إن شاء الله على هذا. هذا التيار، التيار الفكري اللي موجود الآن من المفكرين والمثقفين يمارسون نوعا من الخداع إلى بعض الشباب، يقول لي أنت ليش تصير أسير إلى العلماء؟ ليش تخضع عقلك إلى مثلا الفقهاء والمراجع؟ افتح ذهنك، أنت اللي فكر، أنت افتح القرآن وشوف شنو تستفيد منه. تقول لي القرآن والله في ناسخ ومنسوخ، في محكم ومتشابه، اشتمل على الخطوط العامة لم يشتمل على التفصيل. يقول أنا بروح للروايات وبشوفها، بروح للروايات. إذا راح للروايات تقول له يحتاج أنك تبحث في الصحيح والضعيف، تحتاج أنك تبحث في حجية الظهور وهل هذه الرواية تدلل على هذا الحكم أم لا، تحتاج تبحث لما تتعارض الأدلة والرواية مع الرواية الأخرى ونحوه وغير ذلك. تجد هذا الإنسان يعيش نوعا من التناقض الذاتي. في الدين تراه فقيها في كل شيء، يعني يناقش إليك كل شيء، يدخل إليك في كل شيء، تبرز له الأدلة يقول لا أنا عقلي مو مقتنع بهذا الدليل. زين يعني شنو، وين الخلل في الدليل؟ ذكر لي الخلل في الدليل شنو بالضبط علشان أبين إليك، أوضح إليك. يقول لا بس أنا ما أنا مقتنع. مرة من المرات صارت مناقشة، من ضمن المناقشة طويلة، وكانت المناقشة مع واحد متغرب، فقلت له زين، يعني هذه فتاة مؤمنة من ديرة أخرى من عمان وكذا، زين قصة طويلة في هذا الجانب، يعني بنذكر التفاصيل تماما بس ربما الضمير في الأثناء يعني تبعا لواقعية القصة، تفاصيل متعددة. شنو تقول؟ تقول أنا عندي قناعتي خلاص مقتنعة، وكل واحد مقتنع بشي خلاص بينه وبين الله. قلت لها يعني ما في حق وباطل، كلنا على حق، كلنا نمتلك الحقيقة. قالت بلى، كل واحد عنده حقيقته ويمتلك الحقيقة. قلت لها الآن لو كان هناك حيوان أمامنا، هذا الحيوان أنتين تقولين بأنه حصان، وأنا أقول أن هذا الحيوان اللي أمامنا مثلا زين بغلة وليس حصان، الآمن اللي على الحق؟ أنا لو أنتي، هل كلانا على حق؟ كلانا نمتلك الحقيقة بأن هذا الحيوان فعلا حصان وفي نفس الوقت راح يكون شنو؟ بغلة مثلا. وقفت ها في الواتساب فترة قاعدة تفكر شلون تريد كذا إلى آخره. فأعنتها، قلت لها في الواقع إما أن يكون هذا الحصان، هذا الحيوان إما حصانا وإما ماذا؟ وإما بغلة بعد خلاص ما في. بل لو أنا وانتين أخطأنا، تين تقولين حصان، أنا أقول والله مثلا بغلة، وإذا به مثلا شنو؟ وإذا به خروف، احنا اثنين غلطانين. فلا يمكن ان نقول بان كل من يكون مقتنعا بفكره فانه يكون ممتلكا لماذا؟ للحق. الحق واحد، الحقائق الموجودات تمتلك حقائق، تمتلك وجودا حقيقيا لاثار. ولذلك لا يمكن أن نعتمد على عقلنا الذاتي وننفي الموضوعية العلمية الخارجية. في موضوعية علمية لازم نرجع إليها،
ولذلك إذا كنت فاقدا إلى المقدمات العلمية لا يمكن لك أن تبني فكرة أو تحدد وجهة نظر معينة في جانب معين وانت جاهل فيه. وانت جاهل فيه. البعض يجيب فيقول، يقول إنزين هذا العالم كله يحتاج الطبيب، يحتاج المهندس، يحتاج كذا، كل يقدم وجهة نظر حتى في أصل الخلقة. نقول لابد أن نميز بين جانبين أساسيين. مرات الموضوع فيه تراكب، نسميه تراكب معلوماتي، يحتاج أن كل واحد يساهم فيه. ومرة الشيء ما يكون فيه تراكم، نحتاج إلى أهل الاختصاص يبينون وجهة نظرهم فيه. مثلا مريض متداخلة عليه الأمور، جابوا لنا عنده مشكلة في البطن، عنده مشكلة في القلب، عنده مشكلة في الرئة، عنده مشكلة في القدم، كسر، وش بنحتاج؟ تراكم، عدل ولا صار الشيء متداخل. هني راح نحتاج إلى منه؟ نحتاج إلى طبيب العظام، نحتاج إلى طبيب القلب، نحتاج إلى طبيب المعدة، نحتاج إلى كذا، كل يساهم. لأن ماذا؟ لأن الموضوع مركب. أما لما يكون الموضوع مشخص في جانب معين فالذي يباشر حله، يباشر علاجه، هو من يمتلك العلم فيه، الإنسان اللي يمتلك العلم فيه. فمثلا هذا جانب فقهي استدلالي، تحديد وجهة نظر حول الحجاب، حول مثلا الإرث، حول تفاصيل متعددة. أنا لا أستطيع أن أضيف شيئا فيها، أن أقدم وجهة نظر فيها أو نظرية، إلا بعدما أكون عالما في هذه التخصصات. والحوزة مفتوحة، تبي تدرس ادرس، ما عندنا أي مشكلة في هالجانب. وهذا الإنسان يعيش نوع من التناقض، يشوفه في الفقه يتكلم ويحكي ويقول ها، ويدخل في الصغيرة وفي الكبيرة. وإحنا ما نتكلم عن الناس العاديين، الناس العاديين آثارهم بسيطة، قاعد جلسة يمكن يقول لك حكم غلط، ها سبعة ثمانية بتعدله، وإن كان طامة كبرى بعد عدله ولا. لكن قاعدين نتحدث عن حراك فكري عند البعض في التدخل في الأمور الدينية والفقهية. وهذا الإنسان من تناقضه في الفقه يتدخل، لكن من يمرض يفتش على منه؟ يفتش على الطبيب. من يجي ينبي ابني يروح للمهندس. من والله مثلا ينبي على سبيل المثال إنزين يسوي شغلة معينة، وين أهل الاختصاص في هالجانب يعينوني يبينون لي يوضحون لي؟ عجيب. الآن أنت في الطب في هذا الجسد رحت للمختص، في هذا البنيان عمار دنياك وبيتك هذا رحت للمختص، في هذا الجانب كهربائيات رحت للمختص ولا عبث بالكهرباء. أما الجانب الأخروي اللي فيه سعادتك الأخروية تشوفك لا عندك جرأة ما شاء الله للحديث والتنظيم والقول من دون دليل ونحو ذلك. لذلك لابد أن نحذر من هذا التوجه، توجه نفي الاختصاص اللي يعمد إلى أن نحن ما نرجع إلى المختصين. وقلنا نفي الاختصاص غير دعوة العالم الشمولي، العالم الموسوعي، عالم موسوعي هذاك شيء والله آخر، يعني مثقف في كل جانب ثقافة، بس تقدم لنا نظرية في القرآن، قدم لنا نظرية في الحجاب، قدم لنا مناقشة في أحكام شرعية وأنت لست فقيه مثلا، نقول قف عند هذا المستوى وتأمل نتاجك، نتاج لا يشكل إلا مساهمة في الإضلال وإبعاد الناس. ولذلك هناك حركة عند الشباب، وش تقول لهم؟ لا ترجعون للعلماء، لا ترجعون للفقهاء، لا ترجعون إلى مثلا المنظرين الإسلاميين، أنت اقرأ القرآن وشوف وش تستفيد منه، اقرأ مثلا الأحاديث وشوف وش تستفيد منها وإلى آخر، وكون قناعتك الذاتية. هذا وين يوصل يا جماعة؟ هذا يروح بعيد شوية، سنة سنتين ثلاث،
تشوفه بعدين حلق اللحية تشوفه بعدين لا، يعني كان مؤمن وحلق اللحية شوية، لا ترك الصلاة شوية، لا راح بعيد شوية، وين وصل؟ إلى الإلحاد. ليش؟ لأنه اعتمد على ذاته ولم يعتمد على العلم والمعرفة. وإحنا في هذا الكلام كله ما ننقد حركة العقول، لكن المبتنية على العلم تعلم. شوف العلم أول، مو تقعد تناقش المعلومة من ذاتك وانت ما تمتلك أي معلومة في هذا الجانب أو علم. لا لا لا، ابني ذاتك معرفيا. بل تجد البعض يصل إلى نتائج من أمثال هؤلاء، وهذه قصص واقعية في هذا الجانب. البعض وإن كان نزل بسيط يوصل إلى مستوى يقول لا والله الأئمة مثل أبناء العامة وناس مؤمنين دينين لا أكثر ولا أقل، وإحنا يعني نقدرهم نحترمهم لا أكثر ولا أقل، نفي للإمامة وغير ذلك. لذا هنا التحذير من الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس كبير ليس لك به علم. يعني لا تتبع شيء من الجهل، من الفراغ، من النتاج الذي لم يتولد من العلم والمعرفة. وهذه توجيهات أهل البيت سلام الله عليهم. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام كان وما يزال منارة للهادي والهدى والاستقامة والتوجيه. بأبي وأمي كيف لا وهو صبط النبي محمد. سعى جاهدا في هداية الأمة، ولذلك يخرج بأبي وأمي من مكة المكرمة بعد أن أقيمت عليه الحجة الظاهرية بوجود الناصر، يسير مجدا يقطع هذه البيداء، قصده وغرضه الوصول إلى الكوفة. بينما يسير الإمام في هذه البيداء وإذا برجل من أصحابه يكبر: الله أكبر. التفتوا إليه: ما عندك؟ ماذا ترى؟ وش تشوف؟ قال: إني أرى رؤوس النخل. قال الإمام وهو الخبير بهذه المنطقة: قال لا علم لنا بوجود نخل في هذا الطريق، أمعنوا النظر وحققوا في الأمر. ركزوا نظرهم وإذا بها رؤوس الرماح، وإذا بجيش يقوده الحر. أقبل ذلك الجيش وهو في حالة من الظمأ والإعياء، وكأنهم يفتشون يلاحقون الإمام وين. نزلوا، أمر الإمام بسقيهم وترشيف الخيل ترشيفا. بعد ذلك وإذا بعلي الأكبر يؤذن للصلاة، قال الإمام للحر: أتصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي؟ قال: لا، بل نصلي معك يا أبا عبد الله. صلى الإمام بهم جميعا، بعدما فرغ قام خطيبا خطب فيهم بعدما حمد الله وأثنى عليه، قال لهم: ما جئتكم إلا بعدما توالت علي كتبكم. قال الحر: وعن أي كتب تتحدث يا أبا عبد الله؟ أمر بخرجين مملوئين بالكتب وبالرسائل، ألقاها الإمام أمام الحور. قال: لست ممن كاتبك يا أبا عبد الله. قال الحر: وما الأمر الآن؟ قال: لدي أمر عند من الأمير أن أنزلك على حكمه.
قال الموت أقرب لك من ذلك يا حر. أمر الإمام بالمحامل، أمر بأن تركب النساء، أمر بسير القافلة. مشت قافلة الإمام الحسين عليه السلام والحر يسايرها، وإذا بأمر جاء من رسول من ناحية الكوفة أن يا حار جعجع بالإمام الحسين ولا تنزل على ماء ولا كلأ. فماذا صنع الحار بعد تهديد؟ قال وهذا رسولي واقف معك ينظر ما تصنع. وش تسوي يعني؟ وش يجعجع بالإمام الحسين؟ يحدث إرباك، قلق، الناقة تحتاج مساحة بين الواحدة والثانية للمسير، والناقة تذعر يعني الناقة تخاف، يصير عندها إرباك، كما صنعوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في محاولة اغتياله. ألقوا بالحجارة، ألقوا بالحجارة لتذعر الناقة، فيضطرب الرسول فيسقط من على الحجر، من على الجبل فيموت. وإذا برسول الله يضع يده على تلك الناقة فيقول اسكني بحق محمد، فسكنت. فهنا الحار ماذا صنع؟ أمر من عبيد الله بن زياد أن جعجع بالحسين، أخذ يضيق على النوق يا مؤمن، أخذ يضيق على النوق شيئا فشيئا، وإذا بالنوق تتداخل بعضها بعضا، فتتداخل المحامل بعضها بعضا، تضطرب المحامل، تتمايل يمينا وشمالا، وإذا بالإمام الحسين يلتفت إلى الحر قائلا ثكلتك أمك يا حر، ماذا تصنع؟ لقد روعت بنات الرسالة. قال لو قالها غيرك لأشبعت أمه بالثاك، ولكن كيف وأمك الزهراء؟ وين يا مؤمن قلبك؟ ها قلبك عند زينب. طربت المحامل، تنادي من؟ نادت عباس أبو فاضل. قال لبيك يا أختا، بعد أبو فاضل قريب عند زينب، لبيك يا أختاه. تتكلم زينب وهي داخل المحمل، قالت أخي أبا الفضل أن أقاتل القوم نحن على المحامل؟ قال لا يا أختاه. قالت إذن قل لأخي الحسين أن يلين الكلام مع القوم. ليش يا زينب؟ لأن بنات الرسالة قد خفن ودعون. وإذا بالعباس كأنما يطل على زينب، يطل على هودجها، وإذا بها خائفة بأبي وأمي.